السلام عليكم. السلام عليكم، مازال في اللون خوتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون اليوم موضوع فيما يخص ماذا بعد فوز، وبالأحرى بعد تزوير انتخابات ووجود رئيس غير شرعي. غير شرعية على أساس أن الانتخابات كانت مزورة وكان التلاعب فيها كبير، والإحصائيات كانت تقول أنه 8% أو أقل من 8% اللي كانت يعني انتخبت أصلا. هذا بعد يعني التفخيم، بعد التفخيم لأنها كانت أقل من 3%. لكن السؤال المطروح الآن، كرئيس مزور غير شرعي يريد الحوار، تريد الحوار مع من؟ هل الشعب أصبح أقلية؟ والشعب الإنسان لما يحاور ويحاور أقلية كرئيس يعني مفروض ما تحاورهمش خلاص، لكن أنت تعرف أنك في هذاك المكان رئيسا، رئيس العساكر لم ينتخبك الشعب، وأنك تريد محاورة، ليس الأقلية تريد محاورة، لكنك تريد محاورة 99%، كان لازم تقولها إذا كانت عندك الشجاعة، لكن لست بشجاع. وبما أن العساكر هم الذين أضعوك في هذاك المكان، وأن تكون رئيسا مزورا على الجزائر، تريد الحوار مع الأغلبية التي لم تصوت عليك، يعني احتراف منك أنك لم تكون شرعيا، باحتراف منك، لكن تريد الحوار وتريد إقامة حكم، حكم على أساس عسكري أم مدني؟ هي في الواجهة مدني، لكن في خلف الستار عسكري 100%، لأنه لا يستطيع الكلام أو عمل أي شيء من غير موافقة العساكر. لكن أنت مضطر، السؤال المطروح الآن هو من هو رئيس الحكومة القادم؟ لأن الحكومة مش لازم تقع حتى يقع تغيير. من هو رئيس الحكومة القادم الذي تنوي على أن يكون بدل بدوي؟ أنت عندك اثنين، أنت عندك اثنين، وكوني هذو اثنين، عندك بن بيتور، وبن بيتور كإنسان نظيف يكون له شروط، ومش شروط نظن هذه تاع بن بيتور إذا كان مشى مع الثورة السلمية، إنه التحاور يكون بحضور العساكر، لأن ليس لك حكم، لست الحاكم الأصلي للجزائر، لأنك مزور وتعرف من تعرف من تعرف العساكر. هذا أولا، هذا إذا كان بن بيتور، لأنه يعتبر إنسان نظيف. هذا إذا قابل أصلا، إذا قابل أصلا أن يكون رئيس حكومة. بعد ماذا؟ بعد إتمام كل الشروط، الشروط اللي تدعي بها الثورة، وإلا لا يعترف به حتى هو، نجم نقوله رقم شريته. بعد تحرير أو إخراج كل الناس المسجونين بالسجن، ومعنى بذلك كل الأحرار، كل سجناء الرأي، كل سجناء السياسيين المدنيين الذي لم يتورطوا في الفساد المالي، فساد الأخلاقي، فساد العسكري والمالي في العساكر، فساد المالي في العساكر، يعني اللي راهم مسجونين من حكومتكم ومن رؤساء حكومتكم يبقوا في السجون إلى حين. لكن خروج الشرفاء، خروج الشرفاء يكون حوار مع الشرفاء، منهم تعبوا
منهم سيبوا رقعة، فيهم فضيل، فيهم ناس، في ناس كثير على أساس ماذا؟ كما نقولوا إحنا الموافقة تكون قبل على إطلاق السجن والمساجين هذا، وإلا يعني لا حوار. هذه واحدة، حوار يكون مع المؤسسة العسكرية الحاكم الأصلي. هذا إذا كان بن بيتور لأنه إنسان نظيف ويريد، لكن إذا كان اختاريت رجلكم اللي هو رحابي كرئيس وزارة، فلا حوار، لا حوار أصلا. هو ما ابتدى رحابي مع كريم تاع لجنة الحوار، فلا حوار، تحرقوا قاع ورقكم كما نقولوا احنا. On sait que vous avez à qui vous avez pensé. إذا كان بن بيتور لازم يكون شروط الحراك، شروط الثورة السلمية بلوتو، هما اللي تنفذوا الأولين قبل أي جلوس أي كلام. لازم يتكلم بن بيتور مع الأحرار لما يخرجوا من السجون قبل اللجوء إلى الحوار، هذا قبل كل شيء. لكن إذا وافقكم من غير خروج السجناء وهم برا، يعني فيه مانيغانس تنتخان دفاق، أو ممكن يشتروه. لكن إذا كان على أساس أنه يخرج السجناء وهو يتكلم مع السجناء ويتحاور مع السجناء أصلا اللي هم طابوا برقعة وجماعة كبيرة، منهم فوضيل، منهم ناس النظاف، هذو قبل لجوء إلى أي حوار. لكن أنه يقبل مسبقا فلا، هذا اللي بيتي نقول أخوه. لكن هما هذا تبون راي يفكر بين كما يقولك بين بن بيتور ورحابي، وأنا نعرف باللي 75% بن بيتور ممكن ما يوافقش إلا بشروط يعني لترضي الثورة. لكن رحابي ممكن يوافق من غير ما يستشير ثوار أو يستشير ناس في الحراك، اللي كنت تقوله لحراك ثورة، لأنه هو كان كل بافاشتي لأنه اشتروه قبل. هذا اللي بيتي أقوله أخوتي. إذا كان وهذا المغزى منها، ولا إذا كان مثلا دار واحد، خاصة إذا كان بن بيتور، هي أول شيء لو كان يقبل قبل ما يخرجوا الأحرار من السجون، يعني هنا في محاولة تقسيم في الشعب. إذا كان هذا يحاولوا يأخذوا الشرعية ويأخذوا نصف الشعب ليهم، أو على الأقل 30% يرجعوها ترجع مع الحكومة الجديدة اللي هي مثلا تبع بن بيتور ولا الرحابي، يعني قسموا الشعب. ولما يقسموا الشعب هنا تنقص قوة الثورة السلمية. لكن احنا لازم نبقوا متحدين، هو كلمة واحدة، الشعب انه يكون متحد من شرقه لغربه، من شماله لجنوبه، وتكون كلمتنا هي الجزائر. وما معنى بذلك؟ إسقاط النظام العسكري، لأنه ما زال خلف السيطار هو الذي يلعب، حتى لو يكون يدور رئيس حكومة ويدوره، لكن إسقاط النظام العسكري بصراحة، يعني إسقاط النظام العسكري هذا هو المطلوب. أنه النظام العسكري هذا الذي يتمثل في قايد صالح وشنقريحة وهذا الربوج لازم يسقط، لأنهم لا يخدمون الجزائر وليهم مصالح ويحمون في المصالح الخارجية. هذه لازم اللي يعرفها الشعب. لكن هما داخلين هذا الخطوات على الوزارة، اختيار في الوزارة، لكن اختيار في الوزير الأول اللي يكون بريمير مينيسك لازم يكون، هما بغينه لازم يكون واحد منهم، لكن واحد منهم على شروط، يعني شروط الثورة، إلا فقارت كما أقول لك. شوف ورايا
باغي نفهمكم كيس كي سباس هنا في الاستاتيني كان امبيشمنت. امبيشمنت يعني رام يدورو في الفوت. الفوت على امبيشمنت على pour aller pour les accusations تاع ترامب بريزيدنت ترامب. يعني ماذا؟ يعني لو يخذوا على غرفة الاتهام رشوم داكيزاسيون اللي راهم يفوتوا عليها واه ولا لا زعما مازال ما كملوش راهم داخلين فيها رئيس الدولة على أساس كلم دولة في اللي هي راشا وأوكرانيا في محل ما خص أسلحة مبيعات أسلحة أنه دخل أنه تآمر على أمريكا اللي هو رئيس ترامب تآمر على أمريكا بما أنه استشارهم أو طلب منهم مساعدة ولا أنه راح يدخل في الدراهم لبلاده راح للسعودية راح الكلاب تاع الإمارات راح كل مكان دخل جاب 1 تريليون دولار منهم كلهم 1 تريليون دولار 1000 مليار اللي إحنا خونوه الجماعة في 20 سنة جابه هو في شهر من البلدان الخازية العربية هذو تاع اللي عدوا رواحهم الجولف جاب 1000 مليار دولار جابها. لكن لا يمنع انه غلط في حق امريكا لا يمنع انه غلط في حق الشعب يتعاقب. هذا هو اللي باغي نوصلوا له. هذا هو البونت راه مشتاشروا عليه وهو راه كيما نقولوا حنا يبول على روحه بالجزائر راه يبول على روحه راس ايسي يبول على روحه رغم انه رئيس اقوى بلد في العالم هو الذي يتحكم في العالم لكن يحاكم. هذا هو الحاجه اللي باغي نوصلوا لها ان شاء الله مستقبلا انه تكون دوله القانون تحمي الكل تحمي الفقراء تحمي الطبقه المتوسطه تحمي ليزانتيكتوال تحمي السياسيين تحمي الاحزاب تحمي دوله الحق تكون دوله الحق. لذا احنا فكرنا في الكريا هي مظله للجميع لا يظلم فيها احد. احنا ان شاء الله اذا كان باغي نقوموا بدوله ظلمنا كثير جزائريين كشعب ظلمة لمدة قرون حتى لا نقول 60 سنة. 60 سنة كنا ظلمنا من طرف أبناء جلدتنا اللي هما الحكام مبيوعين لفرنسا وغير الإمارات له. لكن الشعب الجزائري ظلم لقرون وأتى الوقت اللي يتحرر حتى يقيم دولة العدالة. وهذه دولة العدالة لا تكون إلا تحت مظلة حقوق. مظلة حقوق تتمثل في الكرية. الكرية تشمل الجميع بطوائفه بأحزابه بأديانه بآرائه. هذا هو اللي رانا بغي نحقه. إذا كان تبغوا يعني نوصلوا كما توصل له الدولان دول أوروبية مزدهرة وتكون دولة القانون والحق فوق الجميع لازم ننخرطوا للكريا. الكريا ما هيش عنف كما تفكروا ولا يخلوكم تفكروا ولا يقولوكم هي عنف. لا ما هيش عنفة هي حقوق. حقوق أي إنسان أي بشر لي حق يقضوا ما يظلمش. هذه هي الكريا. حول كان إنسان نقولوا إحنا بغي يتعدى عليك إنسان ليك الحق أنك تدافع على نفسك. هذيك اللي كان قاصدها مسيو رحماني كان قاصد إذا كان إنسان تعدى عليك لك الحق مشي تطير عينك. هاو تطير عينك أخويا راه وصلت أنك تموت إذا ما كانش معك الحق وما كانش معك القانون وما كانش معك ما كانش الجوج وما كانش معك الرئيس ما عندكش حق. هنا ما راك مظلوم دافع على حقك. لكن احنا ما نوصلوش هذا الموصل. احنا نكونوا وعي سياسي لبناء بلد بناء وطن كما راهم دايرين الناس. عندنا بلاد بصح ايماجينير مبنيه على المافيا انه هما فوق ونا تحت يقولوا احنا دوله واحنا ماناش دوله. انا كون شوف اي ناس شغالين في لابيان هادو تاع النواب نايمين في مجلس
مجلس تاع النواب نايمين بالعشرات، ماشي واحد، نقول احنا عيال لانه غلبان مسكين جاي من بسكرا ولا جاي متامر راسه طالع الجزائر، عيال بارفواتير ساقع عيال قد في البرلمان، بس عشرات نائمين. ماذا تمثلون؟ نوام غير ناموا في ديركم. ونا بزوان دي جون كي ترافاي ان شاء الله، الناس اللي توصل الجزائر الى المبتغى، توصلها الى كيما نقولوا احنا البر، الى بر السلام، توصلها بسلامه، توصلها بسلامه حتى نوصل، حتى رانا 40 مليون ولا 43 مليون الان، غدوة ان شاء الله غمض عينيك دي سي 20 طون ولو 70 80 مليون. اذا كان نقعدوا هذه بالطريقه ما تحد ما يوصل، المسكين يزيد يموت يتغبن، والمحروب الرفاح اللي راهم يعطوه في الدراهم بالملاير يزيد يترفع ويبدا يكرازي في الشعب اكثر واكثر، وتختفي تماما الطبقه المتوسطه. لا، احنا نريد بلد كاوروبا كامريكا هنا، حتى لو ما معكش تاكل وتشرب وتسكن، لكن في البلاد اللي ما عندوش راه يضيع لو كما يلقاش معاونه في جوارينا في احبابه فيك يعاونوه. هي لا، هي حق دستوري راهم كاتبينه هما، كتبوه بيديهم، كتبوه لك حق، لك حق في كلش، لك حق انك تحكم كشعبي، لك حق انك تسكن، لك حق انك تشتغل، لك حق لاولادك، مستقبل اولادك، لك حق لولدك اللي ما يكون كيقفل 19 سنه 20 سنه يكون عنده مسكن ليه نفسه لوحده، ماشي حتى متزوج ولا على اساس انه باغي يتزوج. في الصوالح باغي نوصلهم، لان بلدنا في خيرات كبيره، لكن هذا الصوالح ما يجوش بالهضره، يجوا بالفعل، لو ترافاي. هذا الناس اللي فوقنا ان ترافاي با، صابوا حاسي تاع بترول تاع دراهم راهم يغرفوا منه، وتاع غاز راهم يغرفوا منه، ما يهمهمش، ويتبعوا الدول الخارجيه على اساس باش تسمح لهم يخزنوا دراهمهم وما ينفرطحوش وباش يقعدوا بالحكم. لكن هذه باش يكذبوا عليكم تاع نوفمبر، ما لهمش في نوفمبر، الباديسية ما لهمش في الباديسية، على وقت ما يجيش يكذبوا علينا. لذا يعني جاء الوقت لإنسان يفكر، يا نبغي نوصل ونوصل لأولادي للبر الأمان، بر الأمان، أم نرضخ ونبقى تحت الصباط ويزيد حتى الرونجيس اللي هو جاهل، الإنسان جاهل كي جاي يتصالح يبقى يتحكم فينا بهذا الجماعة تاعو. لا اللي الرذالة صحيح ونمار ستنبي جون، لازم يشوف قدام ويبنوا بلادهم. هذا اللي بيت نقوله لأخوتي أبقبو، لكن ما يخص هذا رئيس الوزراء اللي غادي يجيبوه بتوين رحابي وبن بيتور، ولا ان بن بيتور انسان نظيف ما نظنش اذا كان يقبل لهم سيتافيك دي كونديسيون. ايوا جيب ربي خير ان شاء الله، نهضروا معكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. ميرسي، السلام عليكم.